يقول وما حكم من جعل المحرم مكروها؟ المحرم يسمى مكروها في القرآن، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ومنها الشرك وعقوق الوالدين والبخل وإلى آخر ما ذكر في الآيات. فإذا كان يقصد أنه مكروه عند الله فنعم هو مكروه، أما إن كان يقصد بالكراهية ما عند المتأخرين من العلماء أن كراهية التنزيه، فهذا لا يجوز أن يتساهل في الحرام ويجعله مكروها، لأن المكروه من قسيم المباح، المكروه من قسيم المباح، فهو استحل الحرام. نعم.